لكم بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم جيت وجبت لكم فيديو جديده بموديلات اللي هما رائعين، نتمنى يعجبوكم. غبرت عليكم شويه، ولكن هذه الغبره كانت كتسهل يعني هذه الغيبه باش نجيب لكم موديلات اللي دارجين على التوندونس، وشي حاجه اللي حصريه وما تلقاوهاش غير عند قفطان يسرى، يعني جليلبات كيف ما كنعودكم دائما راقيين وهمويين، وشي حاجه اللي اوريجينال وما تلقاوهاش غير عندنا. هذه جليبه البنات في الفيغ واياج، هي رائعه كتحمق هانتوما، يعني دابا راه دخل الفصل الخريف بدا شويه البرد، درت لكم جليبات اللي هما راقين وعمليين اللي نقدروا نخرجوا بهم نمشيو بهم الخدمه اولا نتعرضوا بهم. فريمون جليبه كتحمق، ودرنا خدمناها بالنمر هانتوما، ثوب النمر جات لابوند كلها، ودرنا الغابيل ديالها في الكميمات. لاكوب ديما كيف ما كنقول لكم مخزنيه، يعني جلبه كتجي جبليه جليلبه رجاليه كتلبسيها وانت مرتاحه فيها. ودرنا الغابيل ديال الخدمه في القبيب هانتوما، درناها مع دي بغودكا، كتقدروا ديروها مع دي بوت اولا مع دي باسكيت، يعني شي حاجه اللي رائعه وراقيه. اللي بغات شي حاجه مرحبا والف مرحبا، توصل معايا على الواتساب كنديروا لا ليفغيزون داخل وخارج المغرب، الاثمنه راه جد مناسبه. اللي بغات شي حاجه تسكريني ليا الموديل، صيفطوا ليا في واتساب ونصيفطوا ليها حتى الباب دارها، نقول ليها الثمن ونصيفطوا ليها. وراه كنخلي لكم نيميرو التليفون يا اما في صندوق الوصف يا اما في اول تعليق. نتمنى يعجبكم هذا الموديل وندوزوا الموديل يتابعوا البنات. شوفوا لي عاوتاني هذه الجلبه حتى هي جايه كتحمق، جلبه ديال الكشمير في النوار، درناها حتى هي لاكوب ديالها مخزنيه، ودرناها قصيره هانتوما كتجي رائعه وراقيه في اللبسه. خدمناها بواحد الفلوري اللي جاي كيحمق، راه عطا لي كولور عطاو فنين ورائعين مع لو نوار هانتوما. جلبه اللي راقيه وبخاتيك، شي حاجه كتلبسيها سامبل وشيك وكتكوني مرتاحه فيها، يعني مخيره زوينه سخيخه. انا نقرب لكم تو برا فريمون، راه كحل راه غري غير مع الضو يمكن كيبان هكذا، مي راه فريمون جلابه راقيه ورائعه. وهادو اللي كنعطيكم البنات كنقول لكم دابا راه دي بيس اونيك، كيف ما كنقول لكم ما كنعاودوش لي موديل بزاف باش ما كيكونش داكشي مجلخ ومنتشر. كتكوني لابسه جليبتك بوحديتك شي حاجه اللي راقيه وهمويه وما كتلقايهاش غير عند قفطان يسرى. وهاد الجلبات راه انديمودابل، تيجيو غزالين هانتوما، فريمون راقين ورائعين. نتمنى يعجبكم هذا الموديل وندوزوا الموديل يتابعوا. واللي باقي ما دارتش ابوني، دير ابوني ولايك وتبارطاجي مع الاهل ومع الاصدقاء، وخلي لي لي كومونتير زوينين ديالكم الا كنتو شفتوا الموديلات وعجبوكم وكنستاهل، ما تنساوش تبارطاجيو ليا وندوزوا الموديل يتابعوا البنات. شوفي لي عاوتاني الموديل تاع هادشي لباس بحال غزاله، جايه كتحمق راقيه ورائعه. هذه بحال اللي دوزنا في الاول، غير الاولى كانت مختلفه في الخدمه كيف ما كنقول لكم، الا عاودنا شي بياسه كنعاودها مختلفه تماما. وهذه طويله حتى لتحت حيت كاينين الناس اللي كيبغيو شويه الطول. ها نتوما راه جلبات راقيين ورائعين، شي حاجه اللي هي بخاتيك اوريجينال ديال تو لي جوغ، يعني جلبات سورتو دابا هذا البرد كنبغيو نلبسو شي حاجه زوينه ودافيه. هاد جلبات راه كنقدروا نتعرضوا بهم نخدموا بهم، يعني نخرجوا بهم تيجيو راقيين ورائعين، ومن هاد الشيء كله كي راه دافيين فريمون، راه زوينين التوب ديالهم رائع. والالوان زعمو على الالوان، واخا حنا في فصل الخريف يعني اللوينات راه كيبقاو دارجين. وهاد الجلبات كيف ما قلت لكم راه انديمودابل، لاكوب ديالهم مخزنيه ما كترسيش لا طاي، كتلبسها السيده اللي ضعيفه والسيده اللي عامره. نتمنى يعجبكم هاد الموديل وندوزو الموديل يتابعو البنات. شوفوا لي عاوتاني هاد الموديل تاع الجلبه شحال حتى هي جايه غزاله رائعه كتحمق، فريمون جلبه اللي زوينه بزاف في الفير ميديتير. ودرنا ليها دي بوش كبار اللي هما حتى مفاح تويب اللي ميديتير، جايه فريمون راقيه ورائعه. ها نتوما نبطها لكم باش تشوفوها، فريمون جايه زوينه. درنا لها افتحه من القدام وافتحات من الجناب، نتوما تشوفوها كيفاش دايره من اللور. ها نتوما كتلبسيها وانتي مرتاحه بحال لابسه اون بتيت روب. الجلبه فريمون ليا راقيه ورائعه، وحتى هذه فيها بياسه وحده. نتمنى يعجبكم هذا الموديل وندوزو الموديل تاعو البنات. شوفوا لي عاوتاني هذا الشيء لباس شحال جايه غزاله كتحمق ورائعه، فنه فنه. ودرنا معها واحد السبيبيط اللي هو في الدوغي وهي في البيج فودان، جايه كتحمق. راكم عارفين الفودان دابا راه على مود، تري تري على مود. ودرنا ليها لي مونش ديالها النمر، جات فريمون راقيه.
وخدمناها واحد الخدمه اللي هي رائعه وفين من القدام هانتوما فتحت في الجناب جايه فريمون زوينه. ودرنا الغابيل ديال الكميمات هنشوفوه درناه في القبيب هانتوما فريمون جلبه اللي هي راقيه ديال تو لي جور كيف ما قلت لكم. هاد الجلبات كتلبسوهم وانتم مرتاحين بحال لابسين دي بيتي طوب، يعني جلبه اللي كنقدروا نخرجوا بها نتعرضوا بها اولا لبسوها للخدمه، كيجيو فنين غزالين وراقيين شي حاجه اللي هي شيك اوريجينال ودارجه على الطوندونس وما تلقاوهاش غير عند قفطان يسرى. اللي بغات شي حاجه مرحبا ومرحبا تواصل معايا كنديروا لا ليفريزون داخل وخارج المغرب، تكرين الموديل اللي عجبها في الواتساب تصيفطوا ليا نقول لها الثمن ديالو ونصيفطوا ليها حتى لباب دارها. اتمنى راه جيت مناسبه ولا عجبتكم لا فيديو ما نساوش تبارطاجيو مع الاهل ومع الاصدقاء، ما تنساونيش من التعليق زوين ديالكم ومن لي لايك وندوزوا الموديل يتابعوا البنات. شوفوا لي عاوتاني هاد الجلبه تاعي شحال جايه رائعه كتحمق، جلبه في البوردو هاد لاكولوغ راه فنه غزاله وخدمناه مع البيج دوغي هانتوما درنا معاها سبيبيت في الدوغي جات فريمون راقيه وشيك. جلبه اللي هي زعما فريمون شي حاجه لي زوينه اوريجينال، لاكوب ديالها رائعه الخدمه ما نقولش لكم، لا فينيسيون ديالها غزاله بزاف، يعني جلبه اللي هي همويه كيف ما قلت لكم جلباتي راه ديال تو لي جور وبخاتيك وشي حاجه اللي هي انديمودابل كتلبسيها وانتي مرتاحه فيها. هانتوما تويب مطلوق وطايح ودافي، يعني جلبه دومي سيزون لبسوها يعني من فصل الخريف حتى الفصل الصيف لان التويب تاعها فريمون رائع وما كيسخنش بزاف، يعني كتحسي بالدفى ويلا كان الجو دافي راه ما كتسخنش بزاف. نتمنى يعجبكم هذا لي موديل ديال اليوم وندوزوا للموديل اللي تابعوا البنات. شوفوا لي عاوتاني هاد الجلبه شحال جاي كتحمق رائعه، جلبه في لو روج جات غزاله وفنه، جلبه راقيه وهمويه خدمناها بالتركوا جات فريمون غزاله، جلبه شيك حتى هي اللي نقدروا نخرجوا بها اولا نحضروا بها فريمون شي حاجه زوينه. لاكوب مخزانيه ما كتراسيش لها الطاي، شي حاجه اللي دارجه على لا طوندونس هانتوما فريمون زوينه. نتمنى يعجبكم هاد لو موديل وندوزو الموديل اللي تابعو. المهم انا قربت عليكم باش تشوفوا الخدمه ديالها كيفاش دايره، شوفوا الكميمات فوالا فريمون جلبه اللي هي اوريجينال. اللي عجبتها شي حاجه مرحبا و الف مرحبا تواصل معايا عبر الواتساب كنجيبو لا ليفريزون داخل وخارج المغرب. ندوزو الموديل اللي تابعو البنات. شوفوا لي عاوتاني هاد الجلبه شحال جايه فريمون رائعه وراقيه كتحمق، جلبه اللي هي في الموف ودرنا ليها الكميمات ديالها في لو روج وخدمناها بالبينات جات كتحمق غزاله. راه ما نقولش لكم الغوش كيفاش عطى مع الموف ودرنا ليها القوي حتى هو في الموف هانتوما، يعني الالوان جاوا رائعين وكيحمقوا جلبه اللي هي زوينه. لاكوب ديالها مخزانيه ما كتراسيش لها الطي، كتلبسها السيده اللي ضعيفه والسيده اللي عامره، وتوبها راه دافي غزاله توب ديالها دافي ومطلوق هانتوما. واللي عجبتها شي حاجه مرحبا والف مرحبا، هاد الجلبه حتى هي راه بيس اونيك كيف ما كنقول لكم ما كنعاودوش لي بيس، الا عاودناهم كنديرو 3 4 في الموديل وكنعاودوهم مختلفين تماما باش ما كتجيش داكشي زعما مشلض ومنتشر، يعني كتلبسي جلبسك وانتي مرتاحه فيها ما لابسه حتى شي واحد اخر معك. كانت هذه اخر جلبه في الفيديو ديال اليوم، اللي بغات شي حاجه مرحبا والف مرحبا تواصل معايا على الواتساب لا ليفريزون داخل وخارج المغرب، كتسكريني الموديل اللي بغيتي تصيفطيه ليا في الواتساب نقول لك لو بري ديالو. ولا كانت عجبتكم لا فيديو لي موديل ديال اليوم ما تنساونيش من البارطاج ومن التعاليق زوينين ديالكم ومن لي جيم لي لايك لي لايك. والسلام عليكم.